تعبيراً عن مشاعر الوفاء والعرفان لقائد أبهر العالم الذي أيقن أن مصر بحاضرها وتاريخها الفريد لن تسقط أو تنهزم أمام أي مخطط مهما تعاظمت حلقاته أو تعددت أطرافه. تكريم الشهداء. والآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكريم أسماء الشهداء. صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منح أسماء شهداء الشرطة الأبرار أوسمة الجمهورية والاستحقاق. أولاً وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد مقدم مصطفى عبد الرزاق عبد اللطيف، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة نورهان رفعت محمد علي. ثانياً وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد رائد طارق جميل محروس عطالله، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سولينا سامي القس بنيامين. ثالثاً وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز ثاني حمادة صبح رمضان الساكت، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة مها عبد الكريم عبد الله. اسم الشهيد مجند محمود سامي السيد، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد سامي السيد عبد العزيز.